الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآل محمد. أنت عثمان والفعل المتعدي يعني الفعل المتعدي لازم أقاوكر لازم رأس يقالي المشهور ذا بسماكر وانا أبو أساسي نصير بشي دومي فعل كشيء والفعل المتعدي ما لا يتم بغير ذي عليه الفعل لو انت لا تنكا وثمان فيك انا اتكي اثمان لا يتم فعله بغير ما وقع عليه اذا قالت ما لا يتم غير حكي عليه واني يعني فعلك ما فعلك لا يتم فهو ما لشي فهمه بعد الفعل معنى من وين انت تتكير فهمي توقو فعلك مبطل اه عثمان قلت توقفر ذيك لانه مساعد لازم منك مثلا لازم متعديا كذا كل ذلك مخاطب قال المخاطب اجت لي جزء من لك وتي دي حاجه لما هو اذا ثلاثه قاعه لو لا تشاري ما هو يعني انت تصير تري ما هو قاعه متعديه لما مخاطب لا يأتي مفاهيم ليس هو مفاهيم اذا تسرعت من خلال لما هو الذي ما هو كيف قال لي تمام على تو باسرعه ثاني انا بعدت تسلم من لا تجاوب لغة الله يأتي مفهم وفق الشيء وكنا تجيه وكنا تجيه وكنا تجيه إن شاء الله باطل لا يأتي مفهم يعني فهم مدلوله معنى فعل كاتك إيما تعدى متعدي لغي لفظانية وانية ولغي شيء ولغي معنى بو كتك المعنى فعل وثمان داويتي معنى لك أنت فعل معنى أنت فعل يا داويتك يا داويت فعيلك يا دار كيف ما قلت لك على شو قلنا فانا عامل فانا عامل لك مثلا لا قضي معاني النص معاني تقضي علي تقضي نص علي المعنى انك فعلا كابو معنى كير على مفعول في لسه معنى كير على فاعل في لسه اذا هذا فعلك ما هو تقضي علي من رفعي او نضع النص يقول له علي من رفعي وإن وجدنا فعلا تقتضي علائم الرفع والنصب فنضع له علائم الرفع والنصب أيضا أبي أوى جبلا كأو لا كبير كأو طعام وصاع مثل ما نقول أبي لك أبا ما دام عامل الفعل كأو ما دام عامل هو عامل دائم مقتضيه اقتضائه أو اقتضائه وكذا يكبر مثلا متعديا يا لازم يا شيء بيرجع كم بخير بلا يا لازم يا متعديا ويقوت ما لا يتم فهمه بغير ما وقع عليه الفعل وتفعل متعدي ما او فعليه تطاول نابت يقل واتاكي واتاكيك هيتي فعلك تطاول نابت فشيد بيبوني الشيك وقع عليه الفعل هذا الشيك بيرك لك لسيد ابني اجنام اقول ما سيفتو عليك ازبار بقي كدوا يسافلتي لكشيد اوا كتو علي اخواني على الشيخوان وايا بس كبت دانشوا دانشوا قولي نصوى نصوى غاية دير غاية بارك الله شكا وتي بغير ما وقع عليه الفعل بارك فعلي ناقص كان زيد قائما هم قائم كان رجل كان يوقف بجي بشي بلان 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 كان متعدي وقفه بي كان كان متعدي هو معنى هو معنى كيف فهمناك إلا بقائنا النبي يقول كيف تعالي كانت ترفع لكم تنصب خبرا ما من كان فعل الماضي زين فعله عن قائم أنا نقوله بوهنا كان معنى عملت ابنتي كيف ومخلن لا يقض مخلن يرى قال فك وفي ما لا يتم فهمه بغير ما وقع عليه الفعل جائرة مطوع على أنه فاعل وقع على أنه فاعل وقع كيف فاعل وقع فعلك أنت هذا فاعل وقع والجنة صلة ما أو صفته كما إيه أو معي ما يكشف مع كريا ما موصوله يعني ما موصوله إيه يعني كيف
يعني عند المتعدية فهو مدلولي في ذكره مع فاعله فقط بل يحتاج فهم إلى ذكر اسمه والدال على ودال دال هو دال هو دال قريب ضال هو دال على المعنى الذي وقع عليه ذلك الفعل الصاري لفاعل يعني شو ما ذكر سميع يعني أن المتعدد يعني متعدي سألك فهو نادي تيبه كل معنى كيف خذي واسمي فعلك فعلك هنا هذا غير فعلك هذا بل يحتاج فيه فهمه تيبه اسمي معنى إلى ذكر اسمي هذا غير فعلك اسمي تدالة تتسأو معنى إيك وقع عليه ذلك الفعل من الفاعلي سوى يتبه بوضيه سوى إيك أنت عليك لو فعل ودسوا بس الأمر عرف كيف بس الأمر بس فعلك وقع معنى بس فعلك ودسوا كيف تكتر لك فعلك ودسوا فعلك لسكت كتير جيل بوا بارتو زيدا بارتو دسوا لفعلك كمنا لسكت كتير زيد كارتو زيد مفروض بك يا أسأل يزيد لك عبوه جانا رايا درجة برجاء برجاء دعي وإنما فسر الموصول موصول الثانية بالمعنى المدلول اللي مفروض فيه الصدحي ليكون احترازا عن الافعال الماضيه او يستكن كلمه اسمع زي ما قال كلمه متعدي ما دون موصول معنى هي ما لا يتم فهمه بغير ما اما يعني بغير ما غير ما انا كل معناه كده اثمان ما وقع يعني بغير شيء يحتاج الى شيء الى ذكر اسم هو دال اعوال او ما هي معنى اسم معنى كده بو بعيو تخفى للأفعال ناقصة بو لأنها يصدق عليها أنها لا يتم فهمه أي راسك كأي اسم معنى كده طعام نادر إلا تقدر تطلع إلى لا تيتد فيها في اسم كتر هي واضحة برامل إذا أريد بما وقع عليه مفعول به الصريحة حصلت لعبد الرياض ولكنك وصل أنت ما وقع عليه السيال المسؤول به ليه أنك هو ما وقع عليه السيال يعني ما وقع عليه السيال الصادر من الفاعلي أعرفه أو كذلك الصادر من الفاعلي ولكن شيء شيء يجيبه لسكن تجد لك هو مسؤول به صريحة هو أما ما معنى كده تعالوا ذاك أفعالي ناقصة لا يصد لا يصد الفاعل سيال من الفاعلي بلد 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 قال له حبيبي هذا حبيبي ما لا يتم فهمه بغير ما وقع عليه دون معنى ما لا يتم فهمه بغير ما وقع عليه يعني بس اما يدونيه اما موصوليه بس معنى ما بإذنك أو توكر وقع عليه كعب الصادر من الفاعل فاعل كده شو بيقول سكت هذا الفاعل هو لو سكت أثر كده الكتب سكت إثنين كتير أو إثنين أو إشياء مفهول بي هو معنى هو معنى يقول فاعل ناكي طبق فاعل كان زي قائما لم يصور فعل كوني من الزيدي ليتي يقع على شيء على قائما فواه رواية دي شبه موت بأيتي تكاثر كان زيد زي شبه رواه فابو آية زيد كونك يكدوها كونك يكعلي زيد نية فواه قيامك يكعلي زيد انك كونك وصانك هي زيدة بذبوني وصانك لزمنك على مكانك اما كعلي زيد نية مروه لازمها صغيشة كده لك فيها كده وزيد زمانك يجب كان عندك مكان صنان لازمها فاتح حبيبي ها؟ صوتك جود دويك على إذا صوت جود كذا فعلي ناقصت هل هما شؤلاتي يفهمه هو فلان بما وقع عليه فعله أو ذا شيء أقول ما أن أقول كان ناقصت هذا أقول كذا أشياء كذا زي كذا ما شو فلان كان زين كان كيف كان يا زين كان كذا أي شيء كان أبدا مين معنى كذا سهل بلوين هذه حد كان هذا لهر في نكائن ويشتركن إذا جمال مثلا حمني ورقوا فيه واضح خوف نكتوه كده بلان بس في نكو لزمان كاي شي تويا بدي حقي حقي زمان أريد بيجو لازم يشتع تأول بكمان
هنا بتقول زمان عربي وعني زمان حتى يا حضنكي عربي ضاع خوكا فتواني لكي شوك لك القادر إلى توعك بس زمان قلت توعك قادر مية صارونا نفرد جيد هيك عثمان بغير ما يعني بغير اسمك وقع عليه الفعل كابير فعل او فعل لا او جيب به قال ناقصه من عدس كتعوان ولا لا يتم فهمه ولا لا يقع الفعل الصادر من الفعل على الشيء على الخبري طبعا دليل في ذلك ما يتبع سبحة جرنيتا وفي معنى جيد اما فعله الصادر هو هيك رأيك اجب تعديه حتما حب جريمات ورجل بيحا يساس كفضل يحساس قريت هذا الاتكاد أم فعل الاتكاد أم فعل الاتكاد من دعوة كفضل مثلا انت لك على كأب بقي حوكان اللي شو رجل يعني انا اذكر نفسي واذكر قراء الله هلكان هو فأساس قريت زين الاتكاد وعلي كوا شيء فاتكان كوا وعني يا كوا شيء شيء راكب وهو على ثلاثة أمورين ايه فاش الان مرحبا فاش السيكي كل معنى ايه فاش قرب وبعد قرب زيد بعد زيد فاش لازم ينفع فيه قرب زيد بعد قرب زيد بعد زيد نازم وانيا معنا في نازم وانيا بس تقول قرب زيدون لكن زي وتر قالوا قرب زيد هذا كيف وقع على مكان على مجمع على شيء قال تعرف بقينا جاتو بعودة لجدك اليوم وقع بعدك على شيء على شيء على مكان على زمان على شيء ولسنو كيدواني بعد لك لا تردك اليوم فوقع البعد عليك لكن في قناة جيتو تقول قال لا او فعلتي او بعودت او قناة في قناة جيت كالك ما لا يتم فهمه سناجن قوام نادي تجد كل معناك الا بما وقع غير ما وقع عليه الجعل يقول قرب بعضيس بدي وقوع يعني قربك على الكلمة لك تنزيل تقاو إلى وقع موقع عليها بعضيس وقع عليها فقال الله صلى الله عليه وسلم ذنك فيها لا تنفع فقال تعالي سيدنا هذا الجامع نبي ما نعيشنا هو أخياري هنا أخياري هنا قمرت هنا وتناه وعنه كلاس من سنفسي ومتحدي وكان فيه ومتحدي الكان يا اخي لا يقول تسكينه وشوره قالوا ها ايه وانت ده اختبر دي جاد دي متعدي هو بعد يا واحد باشا شو الله مدينة على انبراك على انبراك يعني كم يان دوك دوك ثمان هي إنه ما وقع علي فعله صريحين أنا ظننا على ما وصلت أبي لها خيدة كيلوتا بغير ما وقع عليه سعر صريحا خاد القروض العودة أبقى خيدة كيلوتا راح حد تراوني يا قلين فاضي جان أولك للوازم وكو كان جواتان خربوا بعدك ولا أخوان كجي قويت على كل لازمة أما ويكلم من دولك وتقول لتوجد بقى بسواء أما لازم معناه وكو خواك أبدا زمان مكانك زمان مكان لازميته عربي قالوا هل تين هل لازم متعجين سيبرا قالوا كالبرا يغير ما وقع عليه كلا يغير ما وقع عليه كلا يشك لاك من اللازم سويت ذلك لا يكون او ما وقع عليه كلا لازم مكان استغلال لازم يشعل كلا لازم يشعل ما تدخل بشيواني متعجبني فعلا وكو مثلا للزمان خيال مكانك باشر رضي وهو وهو على ثلاثة أمور ثواب متعادلة تسيا بشر متعادلة بشر يسيا يكم الأول متعد إلى مفعول واحد باشا أقول لك حقيقة تيالي 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 ما قدم
متعدي على لازم أو سيارة يجتي فكثير تبعينا أنا قد ما وصل خلاص ألا لا ما إلا كما أيوته ثانية ألا لا ما إلا ما أيوته إيه أنا والله الإسلامي متعدي كثير مش موجود جالس في الدور. الله لي ما قدم اللازم على المتعدي. وين كيل؟ وين كيل؟ لي ما قدم اللازم على المتعدي. وما مقا لازم تشي متعدي خذ. خذ فنانا متعدي تشي لازم خن. ثانية أقول شيء ما تذكر جراثة. قلنا. إنما قوم اللازم هو ملاك ملكوني مثبتا وجوديا. ومفهوم المتعدي وهو ما يتم لكون منسيا عدميا وجدنا كيف لا تفضل اذا بعد سبع جناح بعد نجيب جناح غير معنا لا تفضل اذا ماموت ايوب ملا ايوب لا تفضل ملا ايجوان مفهوم ايجواني كيا مفهوم ايجواني يعني هو هسه في الدنيا قادو سيو عمد التحقيق مالا الإنسان ده خاب الجوان قدو سيكي دوا قاو ما كل جوان معنى جوان إلا قدونا سماء قدو مفيد الوجودية من تين إلا هر شكاة كذلك دولة زماني تيها وايا فان كذا كما سنشيك نفسي كي نصابون من إلا فان بلين نقطعنا أنسى نقطعنا نقطعني مفيد عدمية شو قد قدونا تشتد دلوتك أخوة كما دلوتك مقرر قومية جاية عالمي انا ترى ايك كلام مقومي وجودي انا ترى مقومي عدمي كمرا الشيخ هل لقدونا اقوى نبني بايا اقل شيك ما بي بوت جاية بو يعني اقل ام معنى ايك لما هي عدمية بس ما فقيب وتوقفات ذاتي ما اقوى ونبو هيا بايا انسان مثلا فايدة نوتي كلو شاو في حين ودس وقاطي هيا بلا انتياري غاتور شير نا دوسها ينابينا نبيني كاو عدميه بو وصواب كاو يعني لهم قمي نبيني كاو في عدميه امي ثلاثة رجال لازم تعدي اواهين كادك ايه ماري مثلا استكام السلاثنا لازم تعدي ما ياتي مفهمه معنى كيشي صوابه يعني ذا القبا اللي هم كلامة معنى كيشي بيت صوابه كما هو وجودية طيب معنى كي سينا كاو قبولا قالوا أما المعنى لازم في معنى يجي وجودية سكيز مشي نادر رصيك هذا كتير يرعى قدر لا نتيجة ثم معنى وجودية أو معنى وجودية ولكن ما تعديك لا يتم معنى كنا طار لما طار إلى كلام عدمية ما بلقت أخوانا كلام كذا ما طار شيء كاو في شيء كذا وجودي في شيء كذا دائما أقول لك في عدم ما حتى نجدون عدم في شيء وجوده اي طبعا يا هو انسان بدون جسر نبوي بيه جسر بيه هم قدنا جسر هبو اخواد مسيكا وحدب مسيكا وتبو معني يا ليه ايه زي برا خواه حروب دفتر دبرا بيه جاي فإن في ذهبنا الألف ولا ما في قولي المتعافي إن كان من أحد سبق في سبق ذكره قلنا في مقابل التعريف يكون لجنسي قلنا يجوز أن يعتبر المعنيان بتقدير مضاف أي تعريف المتعدي أو مفهوم أي والله أعلم أم يقطع عنه قلنا فرمي رأي الإسلامي في الفعل المتول المتحدي أم لا مسأل ذلك أحدي يعني شيء بس ما تقول. وعلى أنه عنيا. أو متعجية أتوقع الله رفعه وجهه. لا تقول. ولا من العجيب المستدل إلى أنه ذكر في الإجمال. أو لا تقول. إيه. لكتيب بس ما تقول. نعم ذكر ذلك يا لك تقول قبل عهد بو عهد ذكرية. بو عهد ذكرية يفسر بس ما روانية. دائما تجي شيء مقام التعريف لا بتعريف هنا وتا مقام التعريف وجنسه هذا تعريف غير وجنسه هذه ذكري غير وأعلى دانيك ها أريد أقول شيء أجوا جاي أقرأ يا تور
جنس تاك جزية ثانية ايشون اللي دعوت اجمعوك اجمع مصادر اعلي المتعدي او جل او متعدي او ديو ما لا يتم فهمه يقول يا رامي يقول لك كاتا حكيم متعدي ثانية من جزية كذي نقول فيها نقول لك اسمع هذا كون حلقة ردوسة هذا ندوسة ليك كاتا اي دامك دو معنى ما نبسه شاتون في واحد ليك كاتا يعني كبوت مضافة تقريبا مضافة نعم تعريف المتعدي ما لا يتم تعريف المتعدي تعريف هم متعدي كان ما لا يتم تعريف او متعدي هم متعدي ما لا يتم يا مفهوم المتعدي مفهوم او متعدي وهم متعديك ما لا يتم او كذا قرات ليش يقول لي هذا مضاف حذف القراءه يعني شلون يفهم يقول لي والمتعدي وتعريف المتعدي يا مفهوم المتعدي ما لا يتم فهمه خلاص قاعد ما عندي ولا عادي تغيرنا فرق اللي تبدا تخرج لتوانو اللي تعريف يجيك تبغى استغراق ويقول لك لتوانو يقول لك يجيك نو كنا قالوا أجل بس تبين دانا بيعني إنك حد يتناقش كذوا دولا متعديا إيه كان يصير وأنا برا أنا صار عبارة شيء كذا وهو على ثلاثة أضربي شعب متعدي وبسير الشعب يك الأول متعدي إلى مفهوم ما هما نسأل كمان تناشي بس وك معنى كي فاعل كا كسلك أنجام ذا معنى أن فعلت بيج ما وقع عليه فعل طاهر بيج ما وقع عليه واضح حضراتكم بوسي بيج ما وقع عليه طاهر بما مساء بوسي بيج بوسي طاهر بيج معنى بوسي بيج بيج ما وقع عليه بوسي بيج ما وقع عليه هو معنى متعدي إلى واحد عمله وتكاليف الجهل وتكاليف ولو وصل عليك انسان انجاني دا مثلا فعلي جد هنا فعلي جد ليلان وفعلي فلم اشتراكي كان جكت دجا يا فلك معنى كي اشتراكي دا العيال اما كي اشتراك ثانية اشتراك جابو دواني ايه اعطيت وزيدن دلها كما قال هذا نجل بكيه ركزت دل هاوش من اليوم بكيه هو فعلا معنى كي اشتراك مثل هذا وده كان فاعل لك كتب دل هاوش يكون فاعل واحد فكان فاضي بوي اي شيء هو بيقول دك عليك شو جساته او كان لك شو انجام اليه يا فعلا كتب اشتراك كان تناقض اي شيء هل كان تناقض بي كان يوصل اليه وهو قتل كتب درس ابانا قرع ومن فينا من قمعي كان بلان اعطاه تعليم أمانتي كم أما الأخلاق بعني بيت جايش تلي بكيلي كم ثانية أي شيء تراك كذا إيه صبر أمانتي كي تراك إذا فعلي تهتم قليلة تراك إذا فعلي تعلم إذا فعلي كا تراك إذا تهتم قليلة أعطيك وزيد الدنيا ثانية إيه كيف لك مرضي نحن ضرب زيد عمر ضرب زيد عمر كيف نفرق عمنا فرق لا يبلا كم كنت أتراك منك هذا الشرح كثير الله ما يبلكم ما يبلا زيد فاعله أما كما كنا ويجوز حتى المفعولي بقرينة مرض وبدونية دروس تسير كين دروس حتى المفعولي مفعولي كين مفعولي متعدي إلى رحي مرض وشي بكين بقرينة يعني بيبقى غنى ثاني ثانية بدونية بخير ثانية كاو أما أصير بدونية بدون خلينا ثانية طلع أختي ما وصل إني تبيع كان مثلا يقول إن لي كلا تبيع كان أما خد من قوسي ناقرني خلينا كمان دوبا شيء خلينا كمان منوية لا منسية أو شيء كافر بدونية هل هي بلا منسية أجينا لك الأسئلة مباني على دي أحادية كثيرة مثل بي حد مصاحبة غير سينا غير يوابه نعم
خوی کم بی دنیا خوی چیه قرینه من سیاکه لاین عرب دنیا کنو که قرینه کنم او که آنها چیه من سیان حضرت را فاصله رام دی اول که عرب دنیا قرینه کن هست تو گفتی من که جهاد است و حضرت را و قرینه هست ما فني أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إيه أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إيه فعلت رجع. آه هذا الذي بعث الله رسولا. يعني أعمى أوي استقبال ناديتي بعثه الله أعلى الحسوى. إيه هذا لا قينا كمان شيء. فقط إنه. رسولا. إيه. أول كذي سيدنا. سيدنا الله وبارك سيدنا. استفاد السنة رسول سيدة بعثه الله ورسوله نعم ايه ذلك بحال السلمانية طبعا نفسه كمان باعش بسيطة رسول ايش كيف يقول بيه خلال يعني بعثه الله ورسوله ايه طبعا نفسه كمان باع اويا حين كمان شيء لن المريكم رسوله ايه يسير السيدة ايه أو بعث الله رسولا. باشا. أكثر. خيرك في لك يعني. ما خيرك إلا ما أنت يبغون خيرك شيء. لا خيرنا هي. بل غير ذلك أوي. أعلى لا ما أقولك ما حظك في الدور والله. بعثني ما الله تعالى. إيه. لو بينا في شأن مفلجي. نعمله في شأن مفلجي. أبغى تجيني كم أبغى؟ كم تجيني؟ أبغى كم تجيني؟ خلاص والله ما هو كافرين كأدرى أفلان كذي. حاجي فلان اللي راح توه كافرين واحد وثنين أهم مقولة هذا. ها؟ باش بتسأله كم؟ قرينين من منيو قرينين من كيف فيها شيء؟ لو قريبا من نيو او من فيه مر بيو كل اخوة اللي قالوا ثمانية خلينك أكثر من ذلك كما تعني. هذا الشراب يعني خلينك أقول. هذا الذي بشارك إن شاء الله هذا الذي بعثه أو إن شاء الله إشارة. هذا الشراب كي جاء هذا. هذا أبو كي. الشراب الذي بعثه. لا هذا الشراب كي من شاري له أو خوكيك بزار أو كيكيك محمد اللي يوقع هذا الذي بعثه الله إشارة من يكيب هذا يعني خلينا كمان شيء إشاريك ولا يكسك منوي يعني يدي أمامي أنا أعطاني شاربو شيء يعني عبد العمد معك ها شاربو شيء بكسك لديها كيف عمل صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي بعثه الله ورسوله إن إشارك إشارة بوشيكي مشاري ليكي محسوس هو قليني رسول كولا لا تكرا و نعم قليني تأجيل لذلائي رسول كيف كلام غير بصكاء قليني هي هذا بصكاء قليني مني هي وما هو وما هي القليني المني هنا هو الإشارة إلى الماء إلى شيء محسوس هو الشخص المتذكر في رسول صلى الله عليه وسلم خير يا تعالي على قينك ما هل تعمل قينك كل لفظي واتاه أو ما حافظك في قرينية أو ديك زمان بمني أو أنت كنا بريد يعني مشاوي لك مح مين محزوفة أبو البو بمني لا كل أصلا حافظك في قرينة جايب له إيه زي كذا يا ولا سرق فيها ك كبلاي هل الزناين حيوان مني منسي لا قينة هيش قرينية وهذه جهاد محظوظة طبعا فلعند فرقية على قينين من أعنيها لرتكاء الدالة لسليها طبعا لرتكاء شيها دالة لكي لسلي طبعا شيكي أمان قيلك وها فاكرة ذاكوتي ومشاريك مني طبعا فلعند لمن فيكاعل رتكاء الدالة لتانية
او فكك يعني دايرا ايه وبدنيا بدون قرينه كاو يعني مخيني رياتي لا ننسيه لو كنت كاو كاده لو كاده اما امريكا مثلا بلاك متعدي معني وقرينك المخرج حزت راه وخليج لقرينيه نحو كان اللي كان تاعنا لما قل حزت راه على جعل الفعل المتعدي لازما لو كنت شن اتباع معني كلمه المتعدي لازم كلمه متعدي ذكر الاسمانيه شيء متعدي كلمه لازم ذو كاري ترمانه لصفا شما تيكا او فعل متعديانا ذاك يشيب خارك نوبة لازم قالت اماني كما قول لك هذا حظ التلاوة او حظ كلي مقول هي او جعل المتعدي لازم لنا في تيب اسبابه قالوا لكم يجي لانا تيه مصدونا نسلك لازم كما متعديك نوبة لازم أصابك عن هيك الأصابة ها؟ إذا غدائي أمي إذا غدائي أمي إذا بعد يتحال بعد يتحال كل متحدين أكرمكو وانيا إيجا نبكالي معنا أكرم فيكم يعني جعل يعني فارغ ذاكرني هل كاذا معنى كيما نقوري معنى كيما نقوري مع المناع وصار صاحب أصل التعليل فمثلت لازم لكن مساعد مكتوبة لازم بجعله صاحب شيء الصاحب صاحب التعليل أن يكون صاحب التعليل إيه هو ده أسباب ديه صرفها همينها باخد فقل شيء من هناك فسهم أحد جكاء ملوكات خلاص ولا يأكل ويأكل وقاته وقاته إلا معناه فاني يا الله قاتوا سهل وكيف ما قالوا ذكروا تسعة أصلي أكل ويشربوا مشروبات كان معلوما ما أكلات كان سهمية معلوما عربي تقول لك موجي كأجي فيوم حبيب لك موجي كأجي عرفي أو موجي تقصي كي وتم بسم فلك حفر كم تقول عرفي أو موجي ما أكلات معلوما شيء يا فرنجة يا عصري يا فراخ يا لا أنا زاد الدناسة أخواتنا وكان يسمون الشربات وحاو وسوى الدناسة وأني إذا كانوا شيء غريب جيت أولم يأكل شربة يأكل مثلا شيء لبن يأكل شيء أوانا يشرب اللبن واضح حبرا إيه ويكاك أرسا فلان من كاي كلو فلان يأكل فلان يأكل فلان كاك أماني كتير هذا طبعا بري حظ التلاوة للعلم به كوا ما بدون قرينة قرينة حالي معنى هذا الشيء أنا إذن بما فلقان إيه كوا حبرا أنا أقول لك ما هو بين الروانك كبر ما فينا روك في أن كل حد في العالم يبقى هنا وسرينا به. زي كلام مية نمونة مية كانوا نمونة مية كانوا فكرة اللي دونها بعد مية. فلان كانوا فلان يوجد لحظ مفهوم هي قرينة منوية ومنفية. بعد قرينة اللفظية وحال وحال ومقالية. بعض لين جاك جي خوي جو أم بدوني هذا بعد زيادة وآخر. هنا كان من كان هم يواجه. بره. إيه. أما جاء لصق فكيت ليه كودن تيسته. فلان هنا كله واجه بعضه. هذا لصق تيسر فكيت فلان كله في لازم متعدي كله بلازم. هو بلازم اللي رأيه. لأنه قصد فيه غير معناه الحقيقي. يعني فلان يفعل الأكلة. فلان يفعل الشربة. هذا معنى كين جواري وقاعد. واضحة. توصيل تضمين. كما شيء تضمين الفعل معنى اللازم تضمين الفعل المتعدي معنى اللازم إن كنتم لرؤية تعبرون فتعبرون شركة متعدية والله ألا لرؤية تعبرون أجابتها إن كنتم تعبرون الرؤية وأني إن كنتم رؤية ثانية إن كنتم تعبرون الرؤية بل يا تعبرون أبو بلازم كما تفصيلنا عليك تفصيل يعني كتوة تحذية يعني كتوة لا يبرأ، إيه، تظنين عن كده،
هذا هو التخمين لا ما فلك واحد يقول قاعد يحطك بلا عينك لو أنا كان شيء أوي من لازم نفهم إيه بعض الناس اللي أقول ما أقول لك إيه الثاني والثاني متعدي إلى مفعولين وهو دهما لقتلا بشكل متعدي كثمان سيدانية فشي قتلا في متعدي إلى مفعولين بشي مفعولين وده اشتراك هي أم اشتراك على كده يكتنا فيه أبي دكتا كبيرة كده بين داخل هبل أبي استيج ورم وهو على ثلاث يقتامي أما كمتعدي ولا دو مفعولين استيج ورم جوري كان صف الأول ما كان مفعول الثاني فوا مباين للأولي مفعول دوهم يعني دجي مفعولية كما يعني دجي مفعولية كما هذه بيضة أبضل 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 يعني لا يجوز أن يجعل مبتدعا وخبرا ولن كي ولن زيد درهمون فايا كلام فاين يعني أوى أما يجي كلام معنا كان يسيت الزوجين فإنه لا يجوز أن يقال صلاة أن صحيحة داني نسكة ولا نسكة عنده أن يقال فاين هو إيه أن يقال زيد درهم زيد درهم تعيد لما أقولين أولا زيد معبدون معبدون فلو أقول أنه نويت المعنية زيد وحدهم وقف أنه زيد درهم ولا عدل ما قال معناه سبعت نولي يرطي فلي يوط لوري يرطي وهم درهم اسمه في جزء أنا أبط يانا بو بط كه وقال الله زيدون شيء وان زيدون حجر الله زيدون سيارتهم فعلا زيدون كتابه فعلا الله زيدون حدهم زيدون شيء سخيهم زيدون شيء سلمتان بونمونا بطلون ايه كمان وقت يعني كان بطل ايه انت قوتي مباني الاولي ما يتي شيء وتاني لا يصف احدهما على الاخر لا يصف احدهما يعني كي ما كان يصف عن كنو ليه كرا نيكن يكمان زوم يكمان يعني كي في القناعية ما كان الدرهم فيها زي ذا زي الدرهم ها بدوش جزء جوابا جواب فيها ماني ما قولا كان يكام الجوم اخيا فان اخيا فريق رابع ها اخيا فريق رابع رأيت زي ما قاعدنا هو قاعدنا في فجد فانا بسيط من تبين وعن خير اعلنت وقت زي ذا عمرا قاعدنا فقيام لغا عمرا هل كان يسكن عمر قائم قولا قائمة قائمة كيا هل عمرا وفو كان في اعتراضي يعني هدي كان هيك شفاة قولنا كوا عمر هل قيامة قيامة كيا قائمة هل عمرا ايه جايب باكم نحو شي اعطيته زيدا وفاكر اعطيته زيدا درهما بوشي انا اعطيته مفليه فلك اشتراكي سيدانا كذا كان مضخمي كثبيل المرقلية ديان بكينا ثانية هذا كثبيل المرقلية أنا لا أبن معطيه كذا كذا ما معطيه هذا هو آخي زي كذا قوله بس كاته وبيت هذا فيه هو مشتراكي كذا فأولا أعطيه فيها كريم عضيه كذا فعل زيد مقولية كما زيد همي فيها مقولي دوهما بوية كذا مقولي ايه أمدوانا شبان جزية كرم لذلك زيد لقد درهما كنابنا في قولة سيئة ما تقول أن زيد درهما درهما زيدا لا أنت سألني قولي جيب عني هذه دبرة دي وهما دواجوس حقهما يوتا حق دي مخلقات الوقتين وبدونها دواجوس حقهما مع قرينة وبدونها ويجوز حقهما وحق أحدهما مع قرينة وبدونها أي بهما شير دروسة قرينة كثيرة كان لما مقول لك هذه كانت لك واحد وكين دروسة الشحف سيكي كان كين وكان هاي شي كان يا قرينة ما نبي يا قرينة ما نبي قال هم اقصد في صورة جلالك علي أما دروسة هذه كمان أمشع لا أعطيكم ما نكي دوا تدمقوا ما لا بدوا تغري ما نكي دوا معناه كي لازم نفسنا يعني هنا أقول هذا مقول لك هاي في إنسا ما لا اشتراكي تدائي لا بأخي ذكرة نبي فلا بسيطة لنا هاي تغري ما نكي فبيان تظنه كثيرا ايه وكثيرا نحو انه نكو كثيرا من ابوه كحضر ترابه
هذا كان شيخ وحفظ كرابين. فلان يعطي لك واحد ثاني الله فلان كيف هيك يعطي بو شنو على يعطي زيدا درهما لو شيء يعطي وشيء يعطي معنى معنى اعطاء لا بس هو تظنين في معنى يفعل مقصود انا يفعل الاعطاء معنى كيف ما نقول كاري بسينك حبيبي واسع فعلك لفعلتنا في السوا معنى مصدر معنى تظنين كدوا ويكا في هو اگر معنی که من گوری معنی که معنی که برای که معنی که پیلی که لازمی ها معنی مفتری لکه در چیه به؟ مفتر بنا همه که من تحتاک من معنی کون نبرم؟ یا خود یا علم بوی که حضر کراواتو قرینه در طبیه هیا وایا که اکوان قرآن سلامی وعطی؟ که اکوان؟ بعد کسا که سبوت بیه جی والله مثلا سأل زيد عمرا صعبة ثانية سأل زيد عمرا زيد تاوتي قال له عمر كيف سؤال يقول لك الجديد هي صعبة انت وين صعبة زيد درهما وايا صعبة محمد زيد درهمانية يا صعبة زيد عمرا درهما شوف صعبة وليا مخلوقا لعبة جوا شوف لك ليش في الدرجة قريبين في شيء ما هي واقعي نقاشيها منوية كلشي منوية شوف الزكاة لكلام كهانية لغزكاة هانية كاوي فعاطة هرسكة كل بلقية باقي برام اسا اخوص ما لكودي خوصة مكارية هنية اغان كم بولاي اغان كم بولاي دولمان اخوان تاتي دولمان الله بالله اخوان تجي جاف بلا قبان داي نارا جاف داي شيداو نارا شيداو يا على ما يجوز حسبهما معنا وحدي وحسب حدي مع ما على حسب إذا أشرقي مع خليج ضرب لقولي حسبهما ولقولي حسب حدي معنا سبيل تناحر وكبر أسباب فيه تناحر أسباب يعني أنا أقول لك فاشا اكرمته واجلسته زيدا زيدا انزل لك من فضل شيء اما جود انا كيف ما هي هبي كان سوف سوف دو داري ما فلا كان هو كلام جو اوي جو عامل انا جو يعني كي رجع كنا سجل سر معمولة هذي زراعة واحد زي زراعة شيء هذا مع كلمتين أما شيء ضرطة مع ضرط مية مضافة لها كلمة وانية أنظر فصل فقول كيه ضرطة يجوز وحطوهما أما وحطو أحدهما دوال ما نية أنت أنا هذي كانت نازل كما ضرط وقوها يا ضرطة يجوز وحطوهما معا يا يجوز وحطو أحدهما معا وانية حطو أحدهما فكبات يوية أحدي حطو أم مع كلمتين جاي ضرطة قول كيه وحصلوا حط واحدهما حصلوا يجلسوا حطوا مع معاً أما دعوة إيكا دعوة ضفة إيكا كيف دعوة ضفة إيكا ويجلسوا حط واحدهما ودعوة ضفة إيكا لكا بس كيف دعوة نشمانية شيف كين بعض الجراء على قدير كما أطوح وتنوي
اگر کوئی بتا نہیں دے جملہ نہ سیدھے گے لیکن میں جمع دے ہی جمع تو نغفل ولا علم احواتنا رؤس حلقين ان عمل ان عملنا الاولى قدرنا في الثاني وان عملنا الثانيه قدرنا في الاول اجل هذا عمل زي بالفعليه كم لجمع التفعيل لكن هذا ما في تفعيل كم اكرمت زيدا واذهبت هل زيدا هو واذهبت هو أولو سنواني رأي وجود إذن الله عند العلماء في مواضيع الجاعة كما يجعن في بارك تنازع أجل بيدي عند الزيب بيدي مع قليلين بين دور حفو أحدهما أو كأول شيعة لجزء حفو معنا كان تفيدي كين لذلك يجب أن يجب أن يجب أن يجب مع قليلين لبس هيا فدليل يجب بدليل أو يجب أرجع أو بارك بارك في أول إيه سيدو قال الله وقت الثاني صار لم حالو كله برونيا قوتي نسل وشاس دقا ساكيو أكار غير أنه لا أصوره مدوا سيد سالك زانا سالي سودنا وليقين هذا كيف حالك يا طارق؟ ثانك يو. والله انا كنت جيت من كنت جيت من يعني بعد اللي وقت مو ثاني كيف ضمنك؟ لا لا شيء ثاني في المقلق. جاي متعدي الى مقلق يا كمان دوهم مع كتبوهم افعال قلوبها. نقول عن نجمة لوجاتي جابي وتايا نجمة كان مفعول الثاني مبين الأولي بيوتايا قسم الثاني ما كان مفعولهما بين مفعولين في توافق أبو أبوش يعني في بعض يعني هنا يتبقى في حال قلوبنا لا ده لا لا ما تبع في ذلك كل يجلس هو دي ما كان مفعول الثاني مبين الأولي لكن أمد وقت الثاني منها أفعال القلوب لا ده لو إيه بوش إذا ما هو قالوا اگر تو سب دا خبر یعنی وہ مکان نہیں ہے کہ نہیں ہے وہ ہے وہ ہے کہ 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 ہے سيدي بوري انا كويا باوغو دوك ما عندك كان كي كداي ما كان المتعدي الى مقرين اكيد هو ما كان مقول هو الثاني مبين الاولي وقت مزعني ما كان مقولين رابحين لا مثلا بينهما شيء توافق وكل ما كان 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 كده على الجوان بلا ما مصاب شي دافع افعال الجوان بو اعمى خالقنا توفي افعال القلوب انا كنت بس انا تقوى الأصل لا يكون مقولة كاملة عندنا فاصل حجات عن قلوبة ما تكون ترى خبرين لذلك بدأ دوني شان عشان هم بس يقولوا مقولة سكا كبيرتين عن توافقها هم فقنا على قلوبة لا لا سكا ترى هذا سيد دوارين عكاسوا خلية بدأ توش ولا كبتو سيد عالي براكم فنجي ما وصف الكبير رحمة الله عليه كابو فرنسي والقسم الثاني بشدو هم معلواني كمتعدي ملاجو مفعول سيبرا كما فعل قلوب أفعالك كمسؤول بل قبا وابسوا من نوقف كما فعل قلوب لأن لا أرسل حاجة سيبرا كما بشي وزي فعل قلوب وهي أفعال مدان لكمال فعل ناصبة إياهما على المفعولية كاك أفعال قلوب شيء أي صلاحة ليس صلاح أفعال كما رفلة دالة على فعل كيف ذاك
شيء كان صار ما كانت جلستي لست فعلا فعل يعني شيء يعني حدث قائم بالغيب قال يعني شيء حدث قائم بالغيب سواء صار ما كانت جلستك فعلا لست فعلا كفك غير أن كان فعلا كأو فعلتي بيت قلبي بيت يعني شيء قلبي بيت تدو مثلا شعو جيو أماني أي شيء ها أمان فعلي ناو الإنسان فأوه مكاوية فعل فعل ناو الناو فيه ما يفعل بالجوارحي أي شيء الفعل عام لما يفعل بالجوارحي والفعل بغير الجوارحي وهو فعل الضواطن واضح حقا شعو قولي فعلي قلبي يعني مثلا شيء أم لا نعمة إيه فعلك قلبية أبدا شيء كان داخلة على مدده والخلقي أتنسى شيء مدده وخبار شيء كان ناصرة إياهما هل كان ناصرة كان واضح أو لا تنسي على المفعولية ثانية في المفعولية يتسأل جناسة وأخوانا فاستقي هذه في غير نامك سكوة كنت داخل جسد الجهاز أنا هل متعديد بعيدة منية متجار خبر متجار أين خبر أو أين متجار ثم يتجرد من تعليل المفعولين هم تعليل المفعولين واحدة خبر حيدي متذاكي غريبين زي مقاعدين قيام صفة بوزي وانيا ديك أول برزة كان فاهو بكوري من تعليل المفعولين براسي وانيا سبع أكو مقولة هذي كان لمنزل واحدتين هذي كان منزلية وقولة خبرت نبو ثلاثة من تعليل واحدين ها لا مش جيد هذا كل شيء جاي طبعاً كنا بيتوا ها بلاش بعض الجواب كذي طبعاً خبر عين مسلمي خبر زين عقل مسلم أول عام كده مثلا خبر دائما عام كده أجل خبر عين انتذابها فايدة لك خبر كمان نشيبه أجل خبر عين انتذابه فايدة لك خبر كده شيء بود روزنية خبر معرفة بيه بقوة عين انتذاب فايدة يعني ما دور خبر كمان عام كده انتذاب كمان يجوز وإن على مفعوله اثنين مستقلين هوا يجب في قربان فقطي نجسي واجب صحابي زيب الله عليك عليك يا زوجتي يا الله عليك لأن أنها تكون تتبع معنى في نفس المسلم يكون بأحد الأبنين في السلام يوم عالفنا فيها تركت بك إيه بروضوا هذه لا معنى شيء لا بمعنى مجرد الحدث يعني تلي صلاحية تلي لغوية أو تقع على تلي لغوية ما دل على الحدث فعل لغيه فقط حدثه بس تلي الصلاحي كان هو ما دل على معنى المستقيم فيه دال المتخصصين الوحده في ثلاثه دي تعالوا معنى تلي الصلاحي هي حدثها نسبه الزمان يعني جوا معناها كده زمان كل توثمان في ذلك التراب فعين بالغير واتاها راى والسر غير الكوا فان تلي الصلاحي ونقول افعال الصلاحي في الفعل اللغويه ايه ونسرق سمعك ظلام لم تنتبه اليه دير المقدمه ايه دير راكب صحابي كده من يسي هذا تيجي مثلا كوتي ناصبة إياهما هذه كان منصوبك يقول لما بقى هذه كان يفتن أو خبري أو خبر متدام درجة الخبرة بو قبل ما هذه كان اسم كاو هو بري متحدي إلى اسم واحد مقول واحد ثانيه ما عنه الأول وانا يقول وان قلن بابا جانا قد دائما خبر عن ترى لم تذاك بو عمومي تلاتي لندوس مغايرهم ايه نوع المغايرة بينا ما هي ليه؟ ليه؟ مرحبا.
جا كودي كودي فعل قلبي وفعل قلبي تيش معناه دو مفعولي شوية يعني شوية هي مفعولي كيوية فعل قلبي معناه مفعولي هي رمتي كواني مفعولي كيوية فهم فهمت الزهتة كواني عرفت الشخصة هو الرجل هوني أول شيء عرفتها كفعل قلبي شاء فهما كفعل قلبي سنهاي مخلية بها معنى نهاية مخلية قبل خلط قلت فهم في الدرسة هل شيء فهم جد أدي مخلية تشير دي عبي فهم جد تشير خلط جيد دم صفاته غانيا إيه لو كعبو توشيك لو طوري وتي كعبو أفعال يقولوا أفعال دال دون أفعال كغدام شيئا كلك قلبين ثانيا أفعال لكن صاروا شيء دالة على فعل قلبي صاروا هالشيء فعل قلبي هي هتلا ثم كل منصوبك ثانيا كوتي ناصبة إياهما على المسؤولية كو أو إياهما وشي هنا إياهما هل يوجد مبتدا معصبة لهما بوت إياهما يبو هنا فأمدت كذا دروا كذا قاعد يصو فهموا أمثال أمانات كيلزم كل واحدا درشه يعني كهناك فعل قلبي آخر لا ينصب إياهما مفعولا بل ينصب وحدهما مفعولا فأضح أن إياهما قيدك بذلتني أمانا وهو شيء علمت رأيت وجدت زعمت ظننت خلت حسبت وهبت وهبت لقد احسب احسب يا احسبوا ثانيا احسب هي قبل احسب هي قبل احسب اي احسب معنا جاوزاني احسب معنى احسب معنى هي حسب يعني حسب يحسب حسب يحسب أجل حسب يحسب إلى بعد السلامة لا شو كمان أفضل أفضل خلقه أجل حسب يحسب غير ضناش ما عندنا بيجنا تعبان ومتعجب لما كل واحد يحسب تنانيه أنا أريد ولا على جسدي ولا جلا أحسب لي كم سنة كم أصل وكم تعبوا أحسب لي أنا لا أحسبني ولا أحسب يعني دوام كذا ولا أحسب دوم حقول معك هيك حاجة صعبة كذا والله إيه جيل لازم على تي كوابو أمانة هميان كوتي كوتي علمتو كوتي رأيتو كوتي وجدت ما تقول عن كذا وده علما رأيا وجدا زعما ظنما خالا حسبا وعنيا هبا هغير ما هبا هبا هب هو هب غير صوت جاء يقول جال يعمل تحتيل تحتف وعنيا أما أنا كل شيء أما هب ببيع تعيه هناي يطعيه هناي تحتيل تبيع تعيه هنا وعيا وايه يحسب وقف عليه الله فعليه ان الله هنا ورجي علمت رأيت وجدت زعمت ظننت خلت حسبت لو اذا ظننت خلت حالك ها ظننت خلت حالك وعلمت ظننت علم رأى وجد زعم هل معنى قال قلوب جانية يعني ما تبي ماضي لا بد علمتوا علمتا علمتم علمتما قام كلام شو الكلام دوري شو الكلام لا لا ديك لين هنا بتوع هذا من الرعيم لا هذا من الرعاء رعاء زيد عملا قائما نفسه نظري يبدي كي يقول كلام ذا هذا علمتوا رأيتوا زوجتوا إيه غنمتوا خيتوا هذا الفعل الماضي علم رأى وجد زعم
จะที่ได้รับของพระหาด้วยที่แต่งที่ด้วยกันเอ๊ะมาดักกับตัวนี้ว่าไรฮะแต่เรื่องนั้นละก็ฮะตัวนี้ให้ที่นั่นตัวยาเต็มแล้วที่จะทดสอบกันแล้วให้ผมพูดกันได้เต็มที่ثم سرع في أمثلتها فقال نحو علمت أي أفعال القلوب نحو شيء أي ورأيت إذا كان المراد رؤيتها رؤيته كان بور رؤيته في المناطق من رؤيته ترفع كانت سنوات وقلها كان 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 اگر رویه به معنی بطیله ده او تعدیل ادوان اگر نایی بطنه بطر ده دین اینجا دینی ده رایی تو زیده رایی تو چیتا ده بچه بیدی راستا قد رایی تو زیدن عالمان محتاطا خلان خلان سینا تا توزبان بزر پاوست تارا خلان 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 وان كان تسمع كوجه رب جار كي وجد بمعنى كي وجدت بمعنى وجدان القلب ايضا اي وجد معنى كي تبيع وجدان القلب نبيع ومعنى دخل الكو يعني حصلتو بيع وهي مقبل بيع وجدت الكتاب يعني حصلتو الكتاب كي وجدت بمقبل بيع كان وجدان القلب بيع وعدا معنى كي بيع قال وجدت زيدا قارنا نعم وجدان خميس شيء فكان معنا وجدت زيدا قاسيا من جاء ما عندك زيد كمانه وجدت وجدت كمانه في مرة ها هل في دروني كير وام هل في كذي غار وام هل في دروني كير كمية ولا جسم كرو وان هست که زیر را افتاد او تجمعه نداری اون که تدریج با کدی جازه بیون فلا حقی ای برو دیگر از جمع جازی اولا چی؟ و زحمه علمی و بنده زحمه منه هم اینی شکه هم بنده شکه ای و بنده تو و خیتو ای تخیر تو باسه هر زدر بنده دیگه و هر على وزی ده بمعنه احسر ان کونی هر امر من الهبتی اما سیوا من هست وای دیا خالی وحبا خالی منتحیل ما ببینا مطل الفا مطل الفا از کربا نفتیل عمد کولی که مطلی عمد وعدا وعدا یعیدو حال مبارکا حضنا لو اجلا قائد فکر مبارکا حضبو از کربا نفتیل عمد سحیدوها چکا حضبا کین از کربا نفتیل عمد تفتا جیتا عید وده في عيد 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 يعني كيف أمضى عيد تيمان بقى عيد يعني وعد وعد يعني عيد أقول كيف وعد عني أنا أقول كيف وعد عني فقط أم حبه وعد عني حب فقال هو حبه وعد يعني بخشي حب يعني ببخشة حب لنا ربنا حب لنا من أزواجنا يعني من لدنك رحم من أزواجنا قرة أعين يعني هب لنا من أزواجنا قرة لما قل يريد هب لنا من لدنك رحمة لما قل يريد لكن هذا المعنى تقشين به فعل أمري وهذا به أم هذا الشيء بمعنى أكبر بمعنى كمان بلا وشي هو هذا هذا يعني لو أكبر به مفردكي بكي لا أكبر به اگر آئیش اگر اب
أم حجام أظلم تذكير أطبع تيجي نعم عم صح بلد هب جامدة أم حجام كون حجام جامدة لا ماضي له ولا مضارع ولا جي ولا اتقاع قال هب هب زي هب هب نبي السؤال هب هب طب بكني ضغاب كتير معنا ضغاب عبير معنا هب هب ايه براكم فهل هب ويف يا هب هب يصحبوها شوان كادي خلواب وهب هب يعني اتلي زيان قمان بجم خلوص خلوص انا البول جيستيك جاها بزيك هب ايه سيبقى هب ام هبان شيء يعني امره هب هي امره جامده لا مستقى لا ماضي هي لا مضارع شيء هي او هب يجري عن كاربانا بخشينا ماضي هي مضارع هي يهب لما يشاء ذكورا ويهب لما يشاء اناثا وهذا ان شاء الله كيف يعني امور امور اكبر معنى ايضاني ومعنى ايضاني ما هو مكان اكبر هذا معنى ايضاني كيف واضح حبراكم ايه بمعنى احسب غير متفرج يعني هبا تقول شغلها متفرج لها وقتنا ماضيها يا ما مضارعيها يا نسم فاعليها يا نسم مفعول هيك ايه ليه بقى برجلكم ارجع كن احسب كار على وزن شيء اعلم وايا وعلى وزن يضرب الجهد فالحيوان عن غوب يضربوا هو سمع لكم مباسين وانا بل سمعتنا هل سمعت الجنجيز مرة ومرة فأشبرا زي فرعين ولا يجوز حذف معموليهما معا نواحي مقوليهما جواب لنا هم بتارة كيف كبالة أريد جوابا صريحا بوسي عم كان يقول لها وكي علمت وكي رأيت وكي وجدت ايه هذا كله اخو علم جرى هذا كله طب وليه بتواصل لك وليه بأسحار وحنش منه ساعة هذا كله ملاحظة فوق أوي شامبينه فعلا كله ملاحظة كيف بين أنتك وهي أفعال دالة على قلبي يعني أم أيها أو بزوجة بل كاتا أمانا جرهاتو أمانا هنالك بانبو هامو سكي سوانة لو يايا لو شخصين مانا دي تجلسي وشي جرهاتو قابو سالي شي ووانا وجد المانا أوابو بل كاتا كن نصف اللشياء لقلبك يا أكا شي كان فيه ونبي نصف ما ظلت علي قلبي يعني قد تكيت هو نبي احتمال يهدو معنى الجد ومعنى سي معنى غير بس قد تكيت هو كذن بي نفس انت نالك هذه قلب يا خيار على فابو شي قلت ودام سر حكيا اللي هاتو الرأى لفعلي شيبو كوزنة شيبو عملوا بي او في قلني دو طوال فابو بي تنها قمان بس سياب شي بس بقلب على شي اينا قد تكيان ذي تمواني فتواني المعنى قلب يظهر قلنو غلي قلب يظهر قلنو او قاعدين اذا زملك يا ذا ربك يا قلبك او وجهك مو بس كوتم ظننتو كوتم خيلتو كوتم حسيتو نص الاشياء لبق قلوبك يا رحمة الله علينا وعلينا وعليكم ها